أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قد قتلت شرطية فرنسية وأصيب موظف في البلدية بإطلاق نار جنوب باريس، فيما لاذ المنفذ بالفرار. وتعرض العديد من المساجد لإطلاق نار، بينما وقع انفجار بمطعم قرب مسجد شرقي البلاد. هذا وأوقفت السلطات 7 أشخاص للتحقيق معهم في الهجوم على صحيفة شارل إيبو، وفيما تم تحديد موقع المشتبه بهما في الهجوم الشقيقين الكواشي. وكانت الشرطة قد حددت أسماء 3 مشتبه فيهم، حيث سلم أحدهم نفسه للشرطة. قتل وأصيب نحو 44 شخصا في 5 هجمات انتحارية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية. وقالت مصادر أمنية أن التفجيرات خلفت 3 قتلى و41 جريحا من المدنيين والقوات الأمنية. أضافت أن القوات الأمنية طوقت أماكن الحوادث وفرضت إجراءات مشددة، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى. كما شهد قضاء سامراء سقوط قذائف هون خلال الساعات الماضية. خرجت تظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البحرين احتجاجا على استمرار اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. وانطلقت المسيرات من عدة بلدات تضامنا مع الشيخ سلمان والمعتقلين السياسيين، مؤكدين مواصلة الحراك حتى الإفراج عنه. وشددوا على تمسكهم بقيام نظام سياسي جديد وفق نتائج الاستفتاء الشعبي، ونددوا بانتهاكات النظام. هذا وقمعت قوات النظام الاحتجاجات السلمية مستخدمة رصاص الشوزن والغازات السامة. يواصل مؤتمر الوحدة الإسلامية أعماله في طهران وسط دعوات لمواجهة الإرهاب والعمل على تعزيز الوحدة الإسلامية. وطالب المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر بضرورة البحث عن حلول عملية لأزمات العالم الإسلامي، وشددوا على أن إقحام المذاهب في النزاعات تقف وراءه جهات مغرضة، كما دعوا إلى توحيد الموقف من مثيري الفتن المذهبية. هذا وستعقد خلال الفترة المسائية اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها أمس. أكدت الحكومة الليبية أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، مرحبة ببيان مجلس الجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا. وأكدت الحكومة مساعيها لقيام حوار شامل، مجددة موقفها من أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد. ودعت الحكومة في بيانها كافة الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل الخلاف وعدم اللجوء إلى سياسة التصعيد. بصراحة تدعم ولا زالت تدعم الميليشيات المسلحة. بدأت السلطات المصرية المرحلة الثانية من عمليات إخلاء المنطقة الحدودية برفح، تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود مع قطاع غزة. وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور أن الإخلاء يشمل 1220 مبنى يضم نحو 2044 أسرة، مشيرا إلى أن لجنة متخصصة ستقوم بتدقيق البيانات وتحديد المستفيدين والمستحقين لصرف التعويضات المالية المقررة. تحية لكم وإلى اللقاء. انتهاكات النظام. هذا وقمعت قوات النظام الاحتجاجات السلمية مستخدمة رصاص الشوزن والغازات السامة. يواصل مؤتمر الوحدة الإسلامية أعماله في طهران وسط دعوات لمواجهة الإرهاب والعمل على تعزيز الوحدة الإسلامية. وطالب المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر بضرورة البحث عن حلول عملية لأزمات العالم الإسلامي، وشددوا على أن إقحام المذاهب في النزاعات تقف وراءه جهات مغرضة، كما دعوا إلى توحيد الموقف من مثيري الفتن المذهبية. هذا وستعقد خلال الفترة المسائية اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها أمس. أكدت الحكومة الليبية أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، مرحبة ببيان مجلس الجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا. وأكدت الحكومة مساعيها لقيام حوار شامل، مجددة موقفها من أن الحوار هو السبيل الوحيد
للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، ودعت الحكومة في بيانها كافة الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل الخلاف وعدم اللجوء إلى سياسة التصعيد. بصراحة تدعم ولا زالت تدعم الميليشيات المسلحة. بدأت السلطات المصرية المرحلة الثانية من عمليات إخلاء المنطقة الحدودية برفح. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قد قتلت شرطية فرنسية وأصيب موظف في البلدية بإطلاق نار جنوب باريس، فيما لاذ المنفذ بالفرار. وتعرض العديد من المساجد لإطلاق نار، بينما وقع انفجار بمطعم قرب مسجد شرقي البلاد. هذا وأوقفت السلطات 7 أشخاص للتحقيق معهم في الهجوم على صحيفة شارل إيبول، وفيما تم تحديد موقع المشتبه بهما في الهجوم الشقيقين الكواشي. وكانت الشرطة قد حددت أسماء 3 مشتبه فيهم، حيث سلم أحدهم نفسه للشرطة. قتل وأصيب نحو 44 شخصا في 5 هجمات انتحارية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية. وقالت مصادر أمنية أن التفجيرات خلفت 3 قتلى و 41 جريحا من المدنيين والقوات الأمنية. أضافت أن القوات الأمنية طوقت أماكن الحوادث وفرضت إجراءات مشددة، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى. كما شهد قضاء سامراء سقوط قذائف هون خلال الساعات الماضية. خرجت تظاهرات حاشدة في كافة أنحاء